مستمعين، نبلش هيك بموضوعنا لليوم. شوي رح يكون هيك خلينا نحكي جدلي موضوعنا لليوم. هلأ في مقولة بتقول أن المتزوج يظن أن الأعزب سعيد، وبرضو الأعزب يظن أن المتزوج سعيد، فمن هو سعيد؟ سؤالي لكم لليوم مستمعينا، أنتوا برأيكم مين هو سعيد؟ على 0788-593-593 بستقبل اتصالاتكم وواتساباتكم. معنا زيدة حمدان أول مشاركة عم بقول رند أرنب سعيد ولا متزوج تعيس، يعني صدقت يا زيد، تحياتي لإلك وأهلا وسهلا فيك. أما كمان في عنا هنا مشاركة من محمد القاق، تحياتي لإلك، عم بحكي رند سعيد هو جارنا. محمد بولي سهلة يا رند، ولو هو سعيد ابن أم سعيد فعلا. يلا منقوشة منى حينا، تحياتي لك ومساء الهلو عليك. عم تحكي يا رند غير سعيد ابن جيراننا، ما في حدا سعيد. الله يهني سعيد بسعيدة يا منى. جمالة بتقولي قصدك سعيد عمي صح؟ آه أنا قصدي سعيد بسطة. اسألي لي مرت عمك سعيدة هي ولا مش سعيدة كمان. يلا صار معانا يوسف أو جوزيف على الخط، مساء الهلو يا يوسف. أهلا كيفك؟ أنا الحمد لله بخير ونعمة، أنت شو أخبارك؟ تمام الحمد لله نعم. حدد وفضل. موقعك يا يوسف. شهر عبد الله غوش السابق. يوسف قبل ما اسالك السؤال، حضرتك متزوج او اعزب؟ انا متزوج وعندي ولدين. يخلي لك اياهم يا ربي. طيب يلا هلا ان شاء الله تكون مرتك عم تسمعك عشان تجاوبني هيك جواب دبلوماسي. المتزوج يظن ان الاعزب سعيد، والاعزب يظن ان المتزوج سعيد، فمن هو سعيد يا يوسف؟ انا مره قريت جمله بيحكي فيها انه الضفه الاخرى من النهر دائما تراها اجمل طالما لم تطأها قدمي. مزبوط صراحه 100% كلام منطقي جدا صح. الواحد هو اوريدي اعزب، اها يجرب الثاني ويحكي لنا. انا بالنسبه لي تنتين كانوا حلوين الحمد لله. ان شاء الله الله يتم عليك السعاده يا الله يتم عليك السعادة يا يوسف. يعني صراحة زي ما حكينا أنت هيك قلت، تجربت حياة العزوبية وجربت حياة الزواج، والحمد لله فيها الحلو هون وفيها الحلو هون، زي ما هو فيها الأشياء المش حلوة هون الأشياء المش حلوة. صحيح الواحد بيهنحن أياما. طبعا مش مشكلة. بعتها عند أهلها شوي وطلع لك شوي أنت. هذا اللي بدي أعمل الأسبوع الجاي إن شاء الله، بعتها عند أهلها سنتين ثلاث سنين زمن. حرام عليك، إيش اسم زوجتك؟ نوجه لها تحية. الله يسعدك يا رب. يلا سلم لنا على زوجتك ودائما تكون مبسوط يا ربي يا يوسف، أهلا وسهلا فيك. في عنا غدير عم تحكي ما حدا سعيد، لا المتزوج ولا مو متزوج، والسعيد هو سعيد. عاشق مارينو يزن، تحياتي لك، عم بحكي أكيد العزابي. أول شي بقول لي الله يسامحك يا رند، أكيد العزابي، عزابي وعايش مبسوط، شغله أرجيلة ومباريات، شو بدنا أحلى من هيك؟ رح يجي يوم ورح تندم أنك ما تزوجت وما جبت أولاد، من هلأ بقول لك يا يزن أنت حر. يلا صار معنا عدي على الخط، مساء الهلو يا عدي. مساء الورد، كيف حالك؟ والله تمام. أخبارك؟ الحمد لله ما شاء الله علينا. إن شاء الله دائما وأبدا يا عدي. يلا خبرني، متزوج ولا عزابي؟ لا عزابي. عزابي، شكلك أنت سعيد، هم يغيروا اسمك بالهوية لسعيد من عدي. لا خبرني عن جد فعليا هيك، من خلينا نحكي من أصحابك من قرايبك إخوانك إخواتك المتزوجين، المتزوج يظن أن العزب سعيد والسعيد بفكر والعزب بفكر أنه والله أنا بنظري المتزوج هو السعيد. المتزوج بيكون سعيد ليش؟ ليش؟ لأنه بيكون عنده يعني أحلى إشي، بيكون عنده الولد، بيكون عنده بنوتة. هو شوف صراحة أحكي لك شغلين، يعني الحمد لله. أنا أحكي لك شغلات ولا أنا؟ تفضل عليه. أنا من جو الاحتياجات الخاصة. إن شاء الله الله يا رب يعطيك كل القوة بالدنيا. الله يسعدك يا رب. فالله ما أخذ مني شغلة وأعطاني شغلات، الحمد لله. الحمد لله. أحسن من 100 طبيعي. الحمد لله الحمد لله، دائما الله بياخذ من جهة وبيعطي من جهة سبحانه. وأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة جسديا وليس عقليا. الحمد لله على كل حال يا ربي يا عدي. والحمد لله. يعني هو أنا أحكي لك شغلة. تفضل. أنا سعيد وطلبت أكثر من مرة. ما حدا رضا يعطيني. لا هي مش ما حدا رضي يعطيك والله يا عدي، هي بالنهاية نصيبك وين، وأنا متأكدة أنه ربنا كتب لك هيك نصيب أحلى بمكان رح يجي لعندك. الواحد بيجي نصيب لعنده. أنا في إنسان بحياتي تمام. أها الله يخليكم لبعض. أنا معاي تقريبا سنتين كاملة. ما أحلاكم، إن شاء الله الله يتم عليكم بالفرحة الكبيرة يا رب. وكل ما أقولهم يعني متى بدي أجي أطلبك وكذا وخير، مش هسا بعدين كذا. معلش لأنه يمكن الوقت ما أجا، يعني يمكن ربنا ما هيك. ما ذلك إمها يعني بتعرف إمها بتعرف. هاي كمان إشي كثير منيح. وشافون أكثر من مرة يعني مش إم. والبنت جبتها على البيت عندي كمان على البيت. عرفت على أهلك. شوف عدي بدي أحكي لك شغلة هيك أختصر لك الموضوع بكل بساطة. يعني خلينا نقول بلا مؤاخذة انقطع حديثك مش يعني مش أنا اللي بدي أوصلها، خلينا نقول إن عاشرتكم، فهمت علي؟ وعارفة شو
حالتي الخاصة. يعني تعاشرت مع حالتي الخاصة. أنا فاهم عليك 100%، بس أحكي لك شغلة عدي، في مرات هيك ترتيبات ربنا بيكون كاتبها، وأوقات معينة ربنا رايد أنه شغلات تصير فيها. قد ما إحنا الناطح بالحيط زي ما بيقولوا، قد ما يكون أنت نفسك وهي نفسها، وأكيد أنتوا تنينتكم تفرحوا ببعض، بس لما ربنا يريد صدقني رح يكتب لكم السعادة، وبإذن الله رح تكونوا من نصيب بعض. يا عدي، بتمنى لك كل السعادة اللي بالدنيا، وعن جد فعلا الله يقويك، وما أحلى نفسيتك ونيال اللي بدها تأخذك. أهلا وسهلا. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.